قرأت في مجلة العقيدة والتي تصدر في سلطنة عمان من 3 أسابيع تحت باب فتاوى أنما من غمز لامرأة أو قبلها كرهت عليه كراهة تنزيهية، وإذا زنى بها حرمت عليه. ما رأي سماحتكم في هذه الفتوى؟ هذا غلط، لا يغمز لها ولا يقبل، هذا منكر وحرام. وإذا تابت وتاب فلا بأس بالجواب، حتى ولو بعد إذا تابت وأرادت التوبة لا بأس بالجواب. ولو كلمها إذا كلمها لإنكار المنكر ما عملت، أما إذا كلمها يريد هذه الفاحشة هذا منكر إن شاء الله. لكن هذا ما يمنع التوبة ويمنع الزواج، إذا تاب وعلم عنها خير وسأل عنها إذا تابت وأصلح تابت يتزوجها، وما يتزوج بالمعروف بالشر لا يتزوجها.